معانا الآن عبر الهاتف حاجة مهمة جدا حصلت واحنا داخلين الكابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي. يا كابتن محمد مشرف ومنور، مساءك زي الفل. مساء الفل يا كابتن كريم ومحترم حبيبي، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب، وحشنا كتير. ربنا يبارك فيك أنت أكتر والله. إيه اللي حصل في موضوع إيريك تراوري؟ وأنا داخل قالوا لي إن إيريك تراوري هرب من الفريق، هل الكلام ده مظبوط؟ والله يعني كلمة هرب هو كبيرة شوية، بس هو في الحقيقة هو كان حصل بس موقف كده في ماتش أسوان. إن هو كان الكابتن تامر حب يغيره في آخر المباراة يعني وكده، فندهنا ساب التسخين ودخل أوضة اللبس. وده طبعا كان موقف غريب شويه من لاعب زي ايريك يعني. فبعدها كان في اجازه عندنا فما جاش يوم الثاني، فبنحاول نوصل له من ساعتها بقى قافل تليفوناته ومش موجود، فاهم انت يعني. فالموضوع افور شويه بقى لنا دلوقتي حوالي 10 ايام ولا حاجه، ايريك ما نعرفش حاجه عنه. الراجل المسؤول عندنا بتاع شؤون اللاعبين وصل لغايه البيت عنده، المدام ما تعرفش هو فين، ما تعرفش عنه حاجه. فالموقف غريب. اما 10 ايام دي يا كابتن محمد ينفع نحطها بين قوسين هرب؟ يعني ما حدش قادر يعرف عنه حاجه. لا فاكيد مش موجود. يعني اكيد ما عندوش ظروف. ايريك يعني عايش في مصر بقاله فتره. صح. واخد بالك؟ فهو ممكن بقى يبقى مختفي هنا وهنا، انما هرب دي يعني هو مش في السجن عشان يهرب، عشان كده كلمه هرب دي. لانه ايريك لعيب من اللعيبه اللي يعني اعتقد انه كان من اميز اللعيبه المحترفين اللي جم مصر طبعا بقاله فتره وكده. طبعا. بس هو الموسم ده في الحقيقه يعني في حاجه اكيد مش طبيعيه معاه، بس هو ده اللي حصل. وانا قلنا احنا لازم نبعت شكوى بقى لاتحاد الكوره. مش عشان حاجه، على قد بس ما نقدر. احنا في فتره كده تحس ان انت كانديه مصريه التعامل مع الاجانب بيبقى مش 100%، فاحنا بنحاول نعمل 100%. صح، 100% بتحفظ حقوقك يعني. طبعا عشان احفظ حقوقي، لان في النهايه انا اللاعب ده كان معار من بيراميدز، وفتره اخر الموسم اللي انا محتاجه فيها مش موجود. وانا دافع يعني قصه، انت بتحاول تعمل الصح برضه يا كريم يعني. برضه ايه يعني، مش المقصود بيها ان احنا نشوه صوره ايريك ولا حاجه، بس في النهايه انت بتتعامل مع لعيب مغترب ولعيب افريقي ولعيب اجنبي، والتعامل معاهم اكيد لو في مشكله انت عارف ما بتبقاش حدودها ما بتبقاش عند الاتحاد. والله يا كابتن محمد، والله يعني بصراحه انا يعني حضرتك، انا عارف ان انت شخصيه محترمه جدا وحاجه في منتهى الاحترام، انت بتحاول حتى تنتقي الفاظك وانت تتحدث عن لاعب، خلينا نقول بمعنى ادق بدل هرب، منقطع عن الفريق، وبتحاول تتعامل معاه بشكل جيد وتتكلم عنه بشكل كويس، رغم انه اكيد يعمل ازمه للفريق في وقت مش المفروض يبقى مش موجود مع الفريق. عارف انا بقول لك كده ليه يا كريم في الحقيقه؟ يعني لان انا لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيه انا فعلا مش عارف هو ظروفه ايه. يعني انا برضو يعني وارد ان يكون في ظروف خارج عن ارادته، الله اعلم، بس في النهايه انا ماشي في الطريق الصح اللي هو سواء احنا بعمل اللي يحفظ حق النادي، وفي نفس الوقت مش عايز الموضوع يتاخد ان يعني خاصه ان ايريك في الفتره يعني احنا مش معتمدين عليه في اوقات كثيره، بس في النهايه برضه هو لعيب في النادي وممكن يعني نحتاجه في اي وقت يعني. طيب كابتن محمد، هل تواصلتوا مع وكيل اعماله؟ هل تواصلتوا مثلا مع مسؤول النادي بيراميدز يكونوا عارفين مكانه؟ لا يعني بيراميدز لا ما تواصلتش معاهم في الحقيقه. تواصلنا مع وكيل اعماله وبالواتساب لانه مش قاعد هنا طبعا في فرنسا وكده. وبعتنا له وكذا وقال طب احنا هنشوف وبتاع، بس الكلام ده من يومين برضه. ولغايه دلوقتي ما وصلناش لحاجه بصراحه. غريبه. طب اكيد عارفين مكان اقامته يا كابتن محمد. بقول لك انا بعت اللي هو مسؤول شؤون اللاعبين اللي هو الاجانب تحديدا يعني لغايه البيت، وتواصل مع المدام عنده. وبرضه ما تعرفش عنه حاجه. يعني حتى فكره السفر مثلا، بما ان مراته موجوده هنا فالسفر كمان يعني، ما اقول لك انه سافر، هل باسبوره مع حضراتكم يعني باسبوره مع نادي انبي؟ لا الباسبور معاه بس لانه هو جاي لي اعاره مش اللعيب بتاعي. يعني هو اللعيبه اما بيبقى بتاع النادي باسبوره بيبقى، انت عارف الاجراءات دي عاديه، انما كمنه هو معار فالباسبور بتاعه مش معايا. غريبه، رغم ان ايريك تراوري واحد كان من نجوم الدوري المصري على مدار المواسم الماضيه. غريبه يعني. يعني انت لو عديت من احسن اللعيبه الاجانب اللي جم مصر هيطلع منهم ايريك تراوري في الحقيقه. طب ليه بقى تراجع الموسم ده بشكل كبير جدا حتى مع انبي ما كانش ليه تاثير كبير يعني؟ صدقني والله انا بس مش عايز، بس هو فعلا الموسم ده انا بالنسبه لي لدرجه ان احنا لما عملنا الصفقه بتاعت ايريك مصر كلها قالت ان من اهم الصفات. بس للاسف ايريك يعني
في حاجة عنده، بس أنا برضو لغاية دلوقتي ما أعرفش إيه اللي مخليه الموسم ده متراجع بهذه الصورة، يعني خاصة إن هو اسمه كبير. يعني سيبك إن إحنا إنبي أو سيبك إن هو بيلعب المفروض في النهاية عشان اسم إيريك. صح. أنا السنة دي ما شفتوش خالص في الحقيقة كاسم إيريك اللي أنا عارفه يعني. غريبة جدا. طيب تعالى نتكلم على إنبي أحسن. إنبي الأمور تحسنت إلى حد كبير عن بداية الموسم يا كابتن محمد، النتائج إلى حد كبير تحسنت. والله الحمد لله رب العالمين. إحنا البداية ما كانتش موفقة، انسجام اللعيبة ما كانش لسه وصل للمطلوب. جه برضو الكابتن تامر في الحقيقة دلوقتي في انسجام شديد جدا، مع انها بسرعة حصل بسرعة الحمد لله مع توفيق من ربنا، فالحمد لله رب العالمين. دي ميزة يعني، وشايف ان اللعيبة ابتدت تحفظ الشغل اللي بيقوله الكابتن تامر، فده اللي خلى النتائج الحمد لله رب العالمين اخر فترة تتحسن بشدة. وان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان احنا ننهي الموسم السنة دي بشكل كويس عشان نبني على اللي احنا عملناه في اخر النتائج ده. فالحمد لله بصراحة الامور ماشية كويس الحمد لله رب العالمين. حتى الماتشات اللي ممكن بنخسرها يعني اخرها ماتش الاتحاد في كاس الرابطة، اعتقد من احسن الماتشات اللي اتلعبت في الدوري المصري الشوط الثاني. صحيح. فالحمد لله رب العالمين. إنبي الموسم الماضي خرج منه أكثر من لاعب، هل الموسم ده كمان مع نهايته ممكن يخرج منه لاعبين آخرين، خاصة إنه في أكثر من لاعب تألق مع إنبي الموسم ده؟ لا يعني ممكن من دلوقتي أقول لك يا كريم إن السنة اللي جاية أو الموسم اللي جاي إن شاء الله ما أعتقدش إن في حد هيخرج من إنبي، لأن إحنا يعني خلاص زي ما قلت لك إحنا ما صدقنا بنبني فرقة من أول وجديد، فعايزين على الأقل نقعد سنتين ثلاثة محافظين على ده ونحاول نطور فيه. لازم يبقى لنا طموحنا احنا كمان ان احنا عايزين نشارك حتى لو في الكونفدراليه. احنا انبي لعب قبل نهائي الكونفدراليه، يعني انبي من الانديه اللي هي متعوده تلعب في افريقيا، فالطموح ده بقى مشروع خاصه. فاحنا مش عايزين ان احنا مجرد ما اللعيبه عندنا تظهر بشكل مناسب او بشكل كويس نبتدي نفرط فيها بسرعه، لا احنا محتاجين على الاقل نفكر الناس تاني بانبي ومستويات انبي وتاريخ انبي، وبعد كده ممكن نفكر. فالسنه اللي جايه ما اعتقدش ان احنا هنفرط في حد. مصطفى شلبي كان بيتعرض لكثير من الضغوط، واحد من اهم اللاعبين اللي كانوا مع انبي المواسم الماضيه، مصطفى شلبي كان بيتعرض لكثير من الضغوط مع نادي الزمالك في الفتره الاخيره، الامور تحسنت الى حد كبير، هل كنت بتتواصل معاه حتى من باب المسانده المعنويه خلال هذه الفتره؟ والله انا كل ما بشوف مصطفى، وده كانت نصيحتي ليه، يعني نصيحتي ليه ان هو النادي طبعا الزمالك او الاهلي او الانديه الكبيره اللي هي ليها جماهير عريضه الموضوع بيبقى صعب شويه، لازم هو يبقى عنده نوع من انواع ثبات الانفعالي، ما يتاثرش بسرعه، لان الانديه زي انبي عندنا بيبقى اللاعب ما بيحسش بالميزه اللي هي في النادي ده الا لما بيمشي، وهي الهدوء. صح. انت ممكن حتى لو بتغلط ما بيبقاش عليك ضغط زي اللي بيحصل ده. فمصطفى شلبي انا كلمته كتير ونصحته كتير في الحته دي بالذات يعني، بس اعتقد صدقني مصطفى شلبي خامه كويسه وجيده جدا جدا جدا. اعتقد ان هو الفتره اللي جايه هيبقى من عناصر الزمالك المهمه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. لانه لعيب كويس، الكواليتي بتاع مصطفى كويس، الكواليتي نفسه كويس. بس انت اتعاملت معاه شخصيا، انا كنت عايز اسالك على الشخصيه، هل هو من الشخصيات القويه اللي تقدر تتخطى ده، ولا هو من الشخصيات الهادئه اللي ممكن تتاثر بيه الضغوط؟ والله هو يعني ايه، مش عايز اقول لك ان هو بيتاثر بالضغوط، بس هو محتاج ان هو يتعود شويه على الضغوط دي. يعني هو مش هيتاثر، بس هو محتاج ان هو شويه يتعود عليه. عارف لما بيحصل يبقى عندك لعيب كويس يا كريم مستواه عالي، بس بيجي له نوع شويه من هبوط في المستوى. هو في الفتره دي بالنسبه له هبوط مش مستوى، هو هبوط ان هو مش قادر يتحمل الضغط، خاصه ان فريق الزمالك مش في احسن حالاته والجماهير مش متعوده، وهو لسه لعيب جديد، الجماهير كمان لسه متخيله ان اللعيب الجديد اللي جاي ده هو ده اللي هيرفع النادي، وهو فالضغوط عليه هو هتلاقيها شديده شويه. صحيح. فده اعتقد هياخد وقت قليل او وقت كمان شويه، وبعد كده هيبتدي يعلى، انما هو قدها ان شاء الله يعني. ان شاء الله. استاذ محمد اسماعيل، كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. يعني ربنا يوفق مصطفى شلبي، يعني من اللعيبه الكويسه بصراحه، يعني من اللعيبه المهمه جدا. الغريب قوي ان إيريك تراوري يهرب، او بلاش يهرب، عشان هو الكابتن محمد اسماعيل قال ان هو 10 ايام بس، فممكن ما يوصفهاش انه هروب، ولكن انقطاع عن تدريبات في نادي انبي، واحد كان من اهم الاجانب في الدوري المصري على مدار المواسم الماضيه، غريب بصراحه. عشان كده انا كنت استغربت ان بيراميدز وافق على رحيله، يبدو كده ان إيريك تراوري ده وراه حكايه، وراه حكايه ممكن نفسيه معنويه، بس اكيد مش فنيه، عشان هو فنيا عالي جدا. لو تفتكروا اخر موسم مع بيراميدز ما كانش بيشارك بشكل اساسي، وحاجه غريبه جدا ان هو كان من اللعيبه الركائز الاساسيه في بيراميدز، بعد كده بيراميدز يعيره، بعد كده يروح انبي ما يلعبش تقريبا، او يعني مشاركته تبقى ضعيفه جدا. غريب، حكايه غريبه بصراحه إيريك تراوري. طيب